معانا دلوقتي عبر سكايب احد المشجعين انتشرت قصته خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، وهو الحقيقه مشجع كفيف بس نفسه يتفرج على النادي اللي بيحبه، نفسه يشوف النادي اللي بيحبه. هيشوفه ازاي؟ هيشوفه بعيون مراته، هيشوفه بعيون مراته. طب ده حصل ازاي وايه اللي حصل؟ خلينا نروح لارض المونديال واحد محبي النادي الاهلي، اكرامي احمد. اكرامي احمد زي ما قلت لحضراتكم هو احد محبي النادي الاهلي، وهو رجل كفيف وعنده حب كبير جدا جدا لهذا النادي العريق وهذا النادي الكبير. طيب هو بيشوف المباريات ازاي؟ بيشوفها عن طريق السيدة الفاضلة زوجته مدام إيمان. مدام إيمان أيضا بتحب النادي الأهلي وبتشجع النادي الأهلي، فإزاي بيحصل إن هي بتاخد زوجها وبتروح الاستاد، إن هو طبعا قاعد هناك في أرض المونديال، وبالتالي إزاي بتاخده وإزاي بتروح بيه وإزاي بتوصف له وإزاي بيفرح وإزاي هي بتفرح؟ خلينا نروح لمشجع الحقيقة هز قلوبنا كلها الحقيقة خلال امبارح والنهاردة، وكل الناس بتتكلم عن إكرامي أحمد. ازيك يا أستاذ إكرامي؟ ازيك يا مدام إيمان؟ أهلا وسهلا بك يا كابتن، يعني مشرفنا ومنورنا. فرصة سعيدة إن احنا النهاردة نطلع معاك على قناة النادي الأهلي العظيم، ويعني الواحد يكون ليه فرصة إنه يتكلم مع يعني واحد من أبطال الجيل الذهبي اللي احنا، أنا شخصيا طلعت أشجع النادي الأهلي بسببكم كلكم، الجيل الرهيب إسلام الشاطر وسيد معوض وشادي محمد والنحاس وتريكا وبركات، كل الناس طبعا كل الناس، الجيل الرهيب دوت اللي حببنا في النادي الأهلي وما زال عشقنا ليه مستمر. وهو أنا عايز أقول لك إن أنا يعني صحيح كفيف، ولكن عشقي للكرة يعني لا يختلف عن عشق أي أهلاوي تاني، ولا اهتمامي بها يختلف عن أي اهتمام أهلاوي، بل بالعكس يعني قد يكون أكثر وأشد ارتباطا. ومش أنا لوحدي بس والله من المكفوفين ده، يعني أنا إلا واحد والله يا كابتن، يعني كل أصدقائي وزملائي من ذوي الإعاقات البصرية برضه بيحبوا الكورة وبنقعد نتكلم عليها، ويعني علاقتنا بالكورة زي علاقة أي شخص تاني. فأنا مش عايز يعني الرسالة اللي توصل إن أنا والله استثنائي ولا أنا الوحيد الكفيف اللي بشجع كورة، بالعكس لا، كل المكفوفين وكل الناس اللي ما بتشوفش بتحب. وهي فكرة التعليق أصلا طلعت عشان تساعد المكفوفين عشان يرتبطوا بالكورة وتقرب لهم صورة الملعب. أيوه، لكن أنا الحقيقة طبعا أنا متأكد أنت مثل رائع لكثير زي حضرتك يا أستاذ إكرامي، ولكن في النهاية حضرتك اللي قدامنا وحضرتك اللي بنتكلم معاك، ومعاك سيدة فاضلة الحقيقة أعتقد أن هي ليها دور كبير أيضا في شرح اللي بيحصل في الملعب يا مدام إيمان. أيوة ليا دور، بس هو مش كبير قوي يعني أنتم مكبرينه. هو أنا بس بحاول أوصف له الحاجات البصرية اللي هو ممكن ما يقدرش يتخيلها من خلال الوصف المذيع أو يعني الوصف اللي بيكون موجود في الملعب أو كده. عارف يا كابتن اللي هي الحاجات التكات اللي ما يوصلها لكش مذيع ولا يوصلها وصف ولا، يعني مثلا انذار حصل بسبب احتكاك لاعب مع لاعب. طب ايه نوع الاحتكاك؟ ضربه ازاي؟ يتصرف ازاي؟ ايه رد فعل؟ شفت مثلا احتكاك بن عطيه مع مروان في اخر ماتش الدحيل مثلا لما مروان وقع على الارض. طب ايه رده فعل مروان لما بن عطيه راح يعتذر له؟ او مثلا ايه رده يعني اللي هي الحاجات البسيطه اللي ما ينقلهاش اي معلق، اللعيبه لابسه ازاي، رد فعل، واقفين جنب بعض ازاي قبل المباراه، بيتحركوا ازاي، اللي هي الحاجات اللي تعيشك جو المباراه. والا انت اصلا في المدرجات ما انتش محتاج معلق، ده جمهور الاهلي لوحده بيوصف المباراه صفرته على كل الكوره لما طب احكي لنا بقى ابو اكرامي، انت عرفت او شفت مباراه الاهلي وبايرن ميونخ ازاي من وجهه نظرك؟ والله انا شفتها، هو يمكن الناس صراحه بتيجي شويه على اللعيبه وعلى يقول لك كان هو صحيح كان بامكانهم يعملوا افضل، وانا شخصيا شايف ده البايرن يا جماعه، يعني ده اوروبا كلها ما قدرتش عليها كابتن، يعني مستحيل نطالب اللعيبه باكثر مما يستطيعوا ان هم يعملوه. بالعكس انا شخصيا فرحان جدا بالاداء وكلام المدرب نفسه بعد المباراه وكلام لعيبه البايرن ان الاهلي عمل فايت كويس وعمل مباراه محترمه. هم الناس دي مش هتجامل مستحيل يعني،
وهو مش هيبقى عايز يفوز. في بعض الناس تقول لك لا والله ده البايرن كان بيلعب مش عارف مسترخي ازاي يعني. طب هو لو كان 1-0 وفجأة جه في هدف التعادل ايوه استرخاؤه هينفعه في ايه؟ لا مش كلام كورة ابدا، الناس دي ما تعرفش الكلام ده. ايوه بالعكس الاهلي عمل مباراة كبيرة وعمل مباراة للتاريخ وكلنا فرحانين، صحيح زعلانين انه خسر ايوه ولكن شرفنا بالتأكيد يعني. طيب ما دام ايمان اشرح لنا اليوم بتاعك بيبقى عامل ازاي مع اكرامي لما تروحوا المباراة، يعني اشرح لنا اليوم من بدايته. بيكون يوم عادي جدا، ايوه بس الاطفال يعني محتاجني اوديهم عند صاحبتي او حد معرفه ايوه بس، وبنروح هنا المواصلات بتكون سهله، بناخد تاكسي لحد اقرب محطه مترو لينا، وبعدين لما بنروح المترو بس يعني بنركب، بتكون المواصلات هناك ميسره وبنركب لحد المحطه اللي بيكون فيها الاستاد، ايوه ومن اول المترو بيكون بقى في تنظيمات المباراه واستعداد المباراه، الطرق بتكون ازاي يعني، بيكون في دايما ارشادات يعني. بتشجع بقى اكرامي وانت ماشي مع المشجعين وكده ولا لا؟ ولا الدنيا بتستنى بتبقى الاستاد؟ مقلوبه خصوصا لو فيها لو في مباراه للاهلي، الدنيا بتبقى مقلوبه كلها، انت لوحدك بتلاقي نفسك بتشجع من غير ايوه كلام يعني، الدنيا كلها بتشجع الاهلي يعني، ما تحسش انك ابدا في الاهلي بيلعب في بلد غريب. وانا عايز اقول لك ان هو هنا ايوه موضوع كاس العالم في قطر، كاس العالم 2022 طبعا، اللي يا رب ندعي كلنا ان مصر تتاهل ليه ونشجعها برضه ان شاء الله من كل قلوبنا. ايوه الدنيا هنا في نوع حاجه بيسموها الشموليه، ان ازاي الاستادات ونفس ما ايمان قالت المواصلات وتجربه يوم المباراه نفسها تكون شامله يعني سهله الوصول لكل انسان مهما كانت قدراته ومهما كانت احتياجاته، فلازم كل واحد يكون قادر على انه يوصل، سواء كان كفيف، سواء كان على كرسي متحرك، سواء ايوه كان اصم، او حتى والله بيهتموا باللي هم عندهم ليرنينج ديسابيلتيز مثلا زي التوحد او اللي هي الاعاقات العقليه الطفيفه. طيب فكل الناس دي بيدوها اهتمامها، فكل طبعا واحد بيلاقي تجربته الخاصة أثناء يوم المباراة يعني. اكرامي مين اللي عجبك بقى في الماتش اللي فات؟ يعني انت وانت قاعد بتتفرج كده كمشجع كبير للنادي الأهلي، شفت الماتش ازاي يعني، او مين اللي عجبك من اللاعبين؟ هو الفيديو اللي انتشر كان لنا في مباراة الدحيل بالمناسبة مش مباراة البايرن، ايوه فلو بتسألني على مباراة الدحيل اقول لك كل الدحيل اللعيبة طبعا كانوا كل آه اللاعبين كل اللعيبه كانوا ابطال بلا استثناء. وعايز اقول لك ان حتى الشوط الثاني اللي الناس بتقول الاهلي انضغط فيه ده كان برضو قمه البطوله، انك تفضل متماسك وانك ما تسمحش للفريق الثاني انه يهدد مرماك، ده كان قمه البطوله. كل اللعيبه كانوا صحيح فرحانين بالشحات انه جاب الجول، ولكن كل اللعيبه من اول الشناوي لحد الهجوم كلهم ابطال وكلهم عظماء وكلهم اهلاويه ايوه رائعين يعني، حتى مباراه البايرن كلهم رائعين، وان كانت الناس طبعا انت اتكلمت رايح كتير ماتش عن بكره الاهلي. ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله هروح هتروح وهشجع الاستاد؟ الاهلي من الثالثه شمال هتروح بالثالثه شمال؟ طب كويس جدا. ان شاء الله باذن والبيبي الله. الصغير رايح ولا مش رايح؟ مين ابنك ولا بنتك ولا قول لنا برضه. لا ده لا مش هيروح صعب يروح، اهلاوي صعب ولا ايه؟ نتحكم عليه، اكيد هيطلع اهلاوي، الواحد ده طبيعي دم احمر يا كابتن يعني، صعب فكل انه ما العيله يكونش اهلاويه اهلاوي يعني كل اكيد العيله كل اهلاويه. عيلتنا كل العيلة أهلاوية باستثناء أخويا حبيبي هو اللي مش أهلاوي، ولكن برضه هو أكيد فرحان بأداء الأهلي وتشريفه، لأن الأهلي بيمثل مصر كلها طبعا وبيمثل أفريقيا كلها، طبعا فكل الناس أكيد فرحانة للأهلي، وبإذن الله يا رب الأهلي يكمل إنجازه ويفرحنا بكرة إن شاء الله يا كابتن، يعني نفس يا رب إنجازه ان بكرة شاء الله. قدام مدام الساعة. ايمان احنا عارفين دايما ان السيدات ما بيبقاش يعني او ما بيعرفوش يوصفوا كويس في الكورة، اتعلمتي ازاي بقى وعملتي كده ازاي مع اكرامي؟ انا برضو ممكن ما اكونش بوصف كويس يعني، بس هو انا ببقى لا هو انا بس طب فاهمه اكرامي استني فاهمه بس قبل ما دماغه. تكملي، اكرامي بتوصف كويس ولا لا؟ لا هي ماما ما بتفهمش في الكوره بصراحه، بس انا قلت لك يا كابتن ايه، انا وانا بشرح لك الموضوع قلت لك هي بتوصف لي، لا اصلا انا عارف انا الكوره، انا من صغري وانا بتعارف انا الكوره والفاول والاوفسايد وقواعد الكوره كلها هارسها كلها وقاريها كويس، ايوه لكن هي بقى بتوصف لي اللي انا محتاج اعرفه، ردود الافعال، التصرفات، بتوصفي الاشكال له ازاي بقى مدام ايمان؟ احكي لنا كده. يعني مثلا لو في لعيب احتك بلعيب زقه وقع في الارض او كده طب بوصف له مثلا ايه قولي اللي لنا حصل. موقف حصل في مباراة الدحيل انت حكيته له، فاكره ولا اللي مش هو فاكره؟ الموقف فاكره طيب اللي هو الموقف الاخير لما اللعيب اللي هو بتاع الاهلي حاول انا ما لعيب الاهلي
لما اللي هو اللعيب اللي هو عبد الله المعز، انا مش حافظه الاسامي قوي يعني. المعز علي. هي كانت معترضه قوي على رقم 10 في الدحيه، الادميرسون ايوه جونيور، كان كان عنيف قوي مع لعيبه الاهلي، فكل شويه رقم 10 ليه بيضربهم كده؟ هو ليه بيعمل كده؟ رقم ما فيش حاجه بيعملها. وفعلا يعني لا الحكم دي ما ما كانش فيها بتوصفلكش، كل دي الناس. بتسخنك. بتسخنك على لعيبه الدحيل بقى، بيقول لك هو ليه بيعمل معاهم كده؟ طب لا هي بتوصف زي ما بقول لك، هي بتديني الوصف، وهي في الحياه بصفه عامه يعني، طبعا ربنا يسعدها ويبارك لي فيها ويخليها لي يا رب. ايوه هي دايما هي عيني على الدنيا بصفه عامه، بعيدا حتى عن الكوره، طبعا بتوصف طبعا، لي بقى ربنا لو يخليها في لك. محل، لو في تسوق. فهي ما شاء الله تبارك الله عليها، انسانه جميله وانسانه ذكيه، ويعني انا محظوظ بيها بصراحه. عندكم ولاد قد ايه او بنات قد ايه؟ عندنا لينا وعمر، لينا وعمر قد ايه وقد ايه؟ لينا 5 سنوات وعمر سنتين. لسه صغيرين يعني. لا لسه صغيرين. ما بيشجعوش الاهلي، ما بيقولوش حاجه كده قدامنا، خليهم يطلعوا قدامنا كده يقولوا كلمتين لا للاهلي. ولا هو لسه؟ بس ما فيش غير عمر هو اللي صاحي. ناموا لينا عندك؟ نامت للاسف. ربنا يخليكم ليهم ويخليهم ليكم يا رب. ودايما الحقيقه، اخيرا لو عايز تنصح نصيحه للعيبه النادي الاهلي بكره، او عايز تقول حاجه للعيبه النادي الاهلي بكره. والله انا ما انصحهمش، لان عارف ان هم مش هيأثروا، ايوه ولكن انا ادعي لهم ان ربنا يوفقهم، وكل الجمهور بيقول يا رب. ايوه وانت يا مدام هو ايمان برضو توفيق لو عايزه ربنا يا تقولي كابتن حاجه. قبل كل حاجه. وانت عارف حتى ظروف المباراه، طبعا يمكن اللي حصل للشحات والكهرباء، ويمكن اصابه معلول كمان، فالظروف مش مساعده قوي، ولكن ربنا لما بيكتبها ان شاء الله بيكتبها، وان شاء الله طب كل اكرامي، الجمهور ممكن يفرح تقول لي يا رب. مين اللي من وجهه نظرك يعني التشكيل اللي ممكن يلعب بكره من وجهه نظرك؟ ما تقوليش اي حد، قول لي 11 لعيب. اقول لك الشناوي. ايوه اكيد معلوش كلام. ايمن اشرف اكيد هيلعب، لانه ادى كويس جدا في الباك الشمال في مباراه لو في معلول مباراه ما بايرن لعبش ميونخ. ايمن يلعب. فايمن اشرف طبعا لو ما لعبش معلول، وياسر والله بدع كويس في اللي كان في قلب رائع، الدفاع. كان رائع. كان كويس. هيكون عنده مشكله في الهجوم يعني، اتصور ان قدام لو لعب بشريف وطاهر، طاهر المبدع اللي فرحنا كلنا برضه في المونديال ده، ما شاء الله من اكتشافات المونديال، ايوه اتصور برضه هيأدوا كويس. وقفشه، ونفسي يبدا بديانج، والله ديانج مجهوده كويس، ويعني نفسي يبدا بديانج ايوه يملى خط الوسط، لان اكيد البرازيليين حريفه شويه، فالاهلي هيحتاج يعمل نوع ان هو من يملى في السيطره خط على الكره الوسط. شويه. فلو يلعب بثلاثه فيملى يعني في خط خط المنتصف ولا اتنين؟ يدينا مثلا، يدينا فتحي والسوليه وديانج، بس كده هنلعب احنا واقول 11 قفشه لعيب من غير وكهربا وطه. شناوي. هنلعب واحد ويدينا زياده قدام كده. قفشه وطاهر وقفشه وطاهر والنجم الكبير محمد شريف اللي يكون يومه بكره يا رب ان شاء الله وياخد فرصه. يعني انت شايف ان الطريقه الاقرب للتطبيق بكره من وجهه نظرك 4 3 3؟ 4 3 3 ايوه بالظبط. انت نفسك تشوف ديانج وحمدي والسوليه في وسط الملعب، بص وقفشه تمام وطاهر قدام وقفشه وطاهر وشريف، وشريف فاروق. صح كده؟ صح كده جدا. يعني نتمنى ان نشوف ان التشكيل الانسب من وجهه نظر المدير الفني. ايه رايك في موسيماني يا اكرام؟ ده موسيماني جميل، ده موسيماني انا بحبه قوي، بحب ازاي هو بيتعامل مع اللعيبه، وازاي ان هو بيحمسهم ويحفزهم، وحابب قوي ثقته في نفسه، لان خد بالك موسيماني جه تحت ضغط كبير، الناس كلها ازاي ان احنا متعودين على مدربين اوروبيين، فانت ازاي جايب مدرب من جنوب برافو افريقيا، فكان عليك، تحت ضغط كبير برافو قوي. عليك. فحبيت ازاي ان هو تعامل وما قللش من نفسه ولا من قدراته ولا من امكانياته، واستغل معرفته الكبيره بالقاره السمراء وبفرقها، وحقق البطوله بثقه كبيره بصراحه. ايوه فلا موسيماني انا بحبه جدا، وبتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويكون اسطوره كده، اسطوره تدريبيه نفس جوزيه. مدام ايمان اخيرا يعني لو عايزه تقولي حاجه للمدير الفني، للاعبين، لجمهور النادي الاهلي، تقولي ايه؟ لا لو عايزه اقول للعيبه هقول لهم ان هم يعني ابطال، وبذلوا مجهود كبير في المباراتين اللي فاتوا يعني، وما قصروش في اي حاجه، مش زي طبعا ما الناس بتقول يعني. يعني ربنا يخليكم لبعض دايما، وتفضلوا مثال الحقيقه لكل اهلاوي محترم ولكل مصري الحقيقه في الغربه. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا شكرا يا كابتن، النهارده، شكرا جزيلا يا شكرا اكرامي، وشكرا جزيلا يا مدام حبيبي، ايمان، وربنا يخليكم دايما لبعض. شكرا جزيلا، شكرا. وربنا يخليكم للاهلي، يعني ده الاهم بالنسبه لي، ان هو يعني طبعا ربنا يخليهم لبعض، ولكن ربنا يخليكم للنادي الاهلي. ومثل هذه الامثله هي اللي دايما بنتبسط بيها، هي اللي دايما بنفرح بيها، هي اللي دايما بنخليها مثل لاولادنا، يعني
طبعا هم بيحاولوا، ولكن في النهايه هو موضوع صعب جدا الحقيقه ان انت تقعد تشرح، وخصوصا انت ما بتفهمش في الكوره زي ما مدام ايمان قالت ان هي ما بتفهمش في الكوره قوي، ولكن ان هي تقعد تشرح لزوجها وتقول له في كذا وفي كذا وفي كذا، اعتقد ده حب النادي الاهلي اكبر من اي شيء، وحب النادي الاهلي يخليك تعمل اي حاجه، وهي دي الامثله اللي عايزين نبص لها، هي دي الامثله اللي بتجاهد في حب ناديها. بتجاهد بالايه؟ بان هي عايزه تروح تتفرج، واحد عايز يروح يتفرج بمنتهى الاحترام بمنتهى الادب. شوف حضرتك بيتكلم ازاي بمنتهى الاحترام والادب على بقيه الانديه وعلى كل الناس، حاجه مثقف كرويا، حاجه محترمه وحاجه جميله جدا. هي دي الامثله اللي احنا دايما نتمنى ان احنا نشوفها.